اهلا بكم محبو المنتخب الجزائري، لا تنسوا الجيم والاشتراك وشكرا لكم. كريم بنزيما المنتخب الجزائري يمكنه الفوز على اي منتخب في العالم، هذا ما قاله كريم بنزيما بعد مشاهدته لمباراة الجزائر التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح خضر، وهذا ما اكده كريم بنزيما بقوله الجزائر يمكنها الفوز على اي منتخب. في الاخير لا تنسوا الجيم والاشتراك وشكرا لكم.